الرئيسية اللي بنؤكد عليها هي ضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات. لا صمت يجدي معهم ولا كلام. تتواصل دعاءات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القاهرة التي تنفي أي مزاعم حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة. اليسار أخطر من اليمين. المصادر المصرية تقول إن الأكاذيب الإسرائيلية تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فالفشل في العملية العسكرية بات محتوماً، والبحث عن تصدير الأكاذيب هو الأمل في الخروج من أزمتها السياسية. الحديث عن الأنفاق هو أكاذيب كاملة، لأن أي شخص يرجع لجوجل ويكتب نجاح مصر في القضاء على الأنفاق بداية من عام 2014 و15 و16 يجد يعني عشرات الأخبار وربما مئات الأخبار عن نجاح مصر في القضاء على هذه الأنفاق بالكامل. ومصر قامت بإنشاء ما يشبه منطقة عازلة على الجانب المصري من رفح، وبالتالي من المستحيل عمليا، وكل الأقمار الصناعية رصدت هذا وقالت من المستحيل عمليا أن يتم نقل سلاح وذخيرة من مصر باتجاه قطاع غزة. قيل إن وعد اللئيم تسويف، فرغم جهود الوساطة التي تقدمها القاهرة خلال الفترة الأخيرة يخرج مسؤولون إسرائيليون بين حين وآخر ليتهموا مصر باتهامات كاذبة. يتضح لكل العيان والجميع يرصد حجم الإشاعات الصادرة من الجانب الإسرائيلي تجاه الموقف المصري، أو حتى خلق بعض الأخبار الكاذبة طوال الوقت في محاولة للتشكيك في الدور المصري. وهذا في الحقيقة سببه الأساسي والغرض منه هو فكرة الاستفراد بالقضية الفلسطينية. تزايدت حدة التوترات بين مصر وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعتقد مراقبون أن العلاقات وصلت أدنى مستوياتها وتقترب من حافة الهوية، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع البلدين لمعاهدة السلام قبل نحو 45 عاماً. تكذب إسرائيل وتصدق كذبتها، فهي من اعتادت الإخلال بالاتفاقات في وقت تحرص مصر على استكمال جهودها لإنجاح جهود الوساطة، لأن حبل الكذب قصير. كريم الشيخ، الغد، القاهرة.